أنا عايزة أقول على حاجة كابتن ماهر، يعني إحنا لاحظناها مع منتخب المغرب، اه منتخب المغرب مع منتخب عربي، منتخب أفريقي، يعني تيجي تتكلم تلاقي إن في طفرة عندهم، ما فيش عندهم بعض المشاكل اللي عندنا، رغم برضو الفارق ما بيننا وما بينهم. وليد الركراكي جه قبل المونديال بثلاث شهور، ما سمعناش النغمة اللي إحنا بنسمعها، أصل هو لسه ما خدش على اللعيبة، اللعيبة لسه ما خدتش عليه، أصل هم الكيمستري، أصل هم ما فهمش لسه الفرقة، ما سمعناش حاجة. والأعذار اللي إحنا دايماً أو زهقنا منها بمعنى أصح، خليني بالظبط، أقولها كده. هو ده الاحتراف بسرعه. راجل جه منتاليتي وعقليه راجل مغربي واحترف قبل كده وعارف اللعيبه دي بشكل كبير، لم اللعيبه المحترفين اللي كانوا بعيد عن المنتخب واللي كانوا المغربي مستبعدين كمان. بالظبط، وراح مجمعهم يا كريم نهواندو، قعد معاهم وقال لهم مصلحه البلد ومصلحه الشعب المغربي والكره المغربيه، واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. الراجل اشتغل بقى اعداد نفسي، والاعداد النفسي والذهني ده هو اكبر دليل نجاح المغرب في مونديال 2022 في قطر. والثبات اللي هم فيه كمان بالظبط ومراكز الاسماء الكبيره. الاعداد ده يا كريم بيدي لك بقى الحاجات اللي انت بقى الشخصيه، وبيدي لك الثبات الانفعالي، وبيدي لك الدوافع كمان. وكمان عايز اقول لك حاجه، الولاد دول متربين في اوروبا. يعني صحيح انا في كاس مفهوم. امم افريقيا 2002 2004 كنت مع باولو الزاكي، فبساله الولاد بيتكلموا فرنساوي، قال لي يا كابتن ماهر معظمهم مولود في فرنسا، فواخد النشأة من بدايتها بقى الصح، محطوط صح، تلاقي الجسم والشخصية والعضلات والتغذية وكمية الالتحامات والسرعة والقوة والفكر بيساعدوا أي حد. يعني وليد اتساعد بالولاد دول، يعني 70% لعيبة و30% وليد، بس هو وليد اعتمد على الإعداد الذهني إن أقرب اللعيبة من بعض ودخلهم، لأن كان في فجوة قبل كده مع الراجل الأجنبي وعامل فورتينا في الفرقة. فشوف شطارة بقى المدرب الوطني طبعا، وبسرعة راح بس مدخل. أمنه بالمدرب الوطني، إحنا لحد دلوقتي عندنا تخوف من المدرب بالظبط الوطني سواء إدارة أو جماهير، وحلوم نفسنا على ده برضو، إحنا لا نثق في مدرب وطني لا، كجماهير، ليه يعني؟ ودي حاجة غريبة يعني صراحة. يعني إحنا معظم نجاحاتنا مع المدربين الوطنيين، طبعا الكابتن جوهري رحمة الله عليه، كابتن حسن شحاتة، الكابتن حسن بس شحاتة لم تكرر بعضهم بقى بالظبط، حاجة شوقي غريب في المراحل فترة. الأولمبي. يعني لازم ندي فرصه برضك للمدربين الوطنيين، يعني ما اجيبش حسام البدر اديله شهر ولا شهرين واروح مرحله، انت المشكلة انك كنت وإيهاب جلال بترحل ناس، ثلاث ايام او اربع انت ايام يا كنت عيني. بترحل ناس يا كابتن ماهر وما عندكش بديل، بالظبط، يعني انت مش حاطط بلان لا اصلا، لا همشي ده وهجيب حد، انا حاطط في دماغي حاجة راسمها بالظبط بتمشي وخلاص. بالظبط، لا شيء كان صعب جدا ما ده بصراحة. الاخفاق هل تم الاداري بقى. محاسبة اي حد لا في الفترة لا، اللي فاتت؟ انا هقول لك حاجه نهواند كريم، احنا لما اخفاقنا، انا كنت مدرب عام منتخب مصر 2002 و2004 مع كابتن محسن صالح، طلعت انا في قناه النيل، كان طارق رضوان استضافني، اتكلمت بمصداقيه وصراحه. رامي رضوان ولا طارق رضوان؟ طارق طارق رضوان، رضوان. وكان حديث كابتن صريح طارق. جدا جدا، وكانت جرأه مني ان انا بقول المفروض ان احنا نتحاكم. فقال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له اه، يعني انا بقول لك نتحاكم. الحقيقه، احنا اخفاقنا، فاحنا عشان الشعب المصري يحاسبنا حاجه من الاثنين، يعني يتخصم لي مثلا 6 اشهر، بقى لي 6 اشهر مثلا ما هبطش، يتخصموا. الحاجه الثانيه ما جيش المنتخبات. لكن لم يكن هناك اي ده عقوبه. سنه 2002 2004، وانا بقول على نفسي انا مستعد للمحاكمه. كابتن عصام عبد المنعم في جريده الاراب احنا بقى عندنا نقص كتب شديد في تحمل مقال المسؤوليه زي ما ما هو رمام بيتكلم. الجريء. بالظبط كده يا كريم، لازم كده، مش انا اخفق وبعدين بعد سنتين ثلاثه اجيبك تاني، الله، وبعدين سنتين ثلاثه اجيبك تالت، وعمليه صحيح عماله تدور صحيح. في حاجه غريبه. لا، حتى الاتحاد الجزائري اخفق في كاس افريقيا، قدموا استقالته، شكرا متشكرين. احنا من امتى احنا عندنا ثقافه الاستقاله بالظبط كده، عند احنا الخبر؟ محتاجين بقى شغل كتير جدا. معظم